وصل للمدرسة بزفة بلدي، جاب له فرقة ومزمار وراح بيه في أول يوم دراسة، احتفل بيه زي ما يكون يوم فرحه. أب في القناطر هيفاجئك باللي عمله مع ضناه، مش هتصدق. مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الساعات اللي فاتت لاحتفال أب بضنا في أول أيام الدراسة، ومش أي احتفال، ده الأب قرر يوصل ضنا للمدرسة بمزمار بلدي طبل ورأس، عمرك ما شفت زيها. الأب ظهر في الفيديو وهو بيحتفل بضنا بالشكل ده من فرحته بيه، وإنه خلاص دخل المدرسة، وبيحضر أول يوم ليه في العام الدراسي، مش بس كده، لكن كمان فضل الصغير وسط الاحتفال ده وهو في مشاعر خاصة والفرحة ما كانتش سايعة. بحسب الأب كشف مفاجأة عن سبب الاحتفال بالطريقة دي، وقال إنه عمل كده علشان يفرح ابنه وما يحسسوش بأي مشاعر زعل أو الغربة اللي هيحس بيها في أول يوم دراسة، خصوصاً إن عدد كبير من الأطفال بيمروا بالمشاعر دي وبيبقوا خايفين في أول يوم من العام الدراسي. الأب فكر بره الصندوق وقال يحتفل بالابن بالشكل ده كنوع من الابتهاج باستقبال العام الدراسي الجديد وفرحة الأهل بيه، ده غير كمان إن الجو ده فعلاً فرق مع الصغير وراح اليوم الدراسي بشكل طبيعي وهو في قمة فرحه وانبساطه. الأب كمان اتكلم عن صغيره وقال محدش قال لي أعمل كده، الفكرة جات لي من غير تدخل من حد. طبعاً مقصودش بيها أي ترند أو الشغل اللي اتعمل، وما كنتش أعرف إن الفيديو هيحقق الانتشار الكبير ده على منصات التواصل. كل اللي كنت بفكر فيه إزاي أخفف من خوفه في أول أيام الدراسة وإزاي أحسسه بالفرحة إنه خلاص دخل مرحلة جديدة. بحسب المقربين من والد الصغير اتكلموا عن العلاقة بينه وبين والده وقالوا اللي عمله الأب ده دليل على علاقة الحب بينه وبين صغيره اللي حرفياً عنده بالدنيا وما فيها ومستعد يعمل أي حاجة علشانه. الفيديو عمل ضجة كبيرة على السوشيال ميديا الساعات اللي فاتت وتداوله رواد التواصل على نطاق واسع، منهم اللي دعم الأب بسبب اللي عمله ومنهم اللي انتقد التصرف. المتابعين قالوا في تعليقاتهم على الواقعة تصرف محترم من الأب والله، وفكر بره الصندوق علشان يحبب ابنه في المدرسة، ايه الجمال ده، ربنا يخليه لك وتفرح بيه، الابن مبسوط فعلا من اللي حصل معاه. لكن بعض المتابعين كان عندهم وجهة نظر مختلفة وقالوا يعني ايه الأب يعمل لابنه مزمار بلدي، هو فرح، ده على ايامنا كان الواحد بيصحى يروح المدرسة من غير نفس وما يقدرش يعترض. مشاهد الاحتفال اللي عمله الأب مع ضناه والفرحة اللي كان فيها الابن مش الاولى من نوعها، لكن من بداية العام الدراسي الجديد وكان في مشاهد كتير بين الاباء والابناء، سواء بالاحتفالات اللي زي كده او ان الاب والام بتروح مع ابنها طول اليوم في المدرسه وتستنى لما يخلص. لكن يا ترى هل اللي عمله الاب ده صح ولا غلط؟